ناس كتير جدا عمالة تسأل على الترند اللي يعني عامل أعلى تغريدات في مصر وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي السعودية والإمارات. سالي حافظ، مين سالي حافظ اللي الدنيا مقلوبة عليه؟ قصة بتاعت سالي حافظ دي فتاة لبنانية يا جماعة، قصة شيقة جدا جدا، وللأسف الشديد بيتنبأ بأنها هتحصل زيها في مصر. طيب سالي حافظ دي عملت إيه؟ بقى أولادها أو هي مريضة أو أولادها مرضى، سالي حافظ لها فلوس في البنك، في بنك لبنان، طبعا بنك لبنان من الافلاس اللي هو بيعيشه وانهيار الدولار زي ما بيحصل في مصر كده بالظبط. راحت سالي حافظ جايبه مسدس ميه وحطاه في اللبس بتاعها ودخلت تقتحم البنك عشان تاخد منه فلوس بالعافيه بالشكل ده. زي ما انتم شايفين وانا بكلمكم دلوقتي كده، دي البنت دخلت البنك حطت المسدس حاولت تسيطر على البنك عشان تاخد فلوس من حقها اللي اختلسته الدوله والنظام الفاشل النظام الطائفي في لبنان. ده الوضع اللي هتعيشه مصر للاسف الشديد مع عبد الفتاح السيسي، انهيار في كافه كل شيء، كل مناحي الحياه في مصر اصيبت بالانهيار، الاقتصاد، حياه الناس، حتى رغيف العيش الناس ما بقتش قادره تجيبه في مصر. فده طبيعي، مصر رايحة للأسف الشديد لهذا المصير. دي قصة البنت اللي اسمها سالي حافظ اللي الناس على تويتر، لأن الظلم للأسف الشديد اللي تعرضت له الشعوب العربية أكبر الناس تتفاعل مع المواقف الخطأ. يعني لو لبنان بتعيش دولة عدل أو مصر وحصل موقف زي كده الكل هيرفضه، أما إكمن الظلم تفشى وانتشر بين الناس بهذا الشكل المقزز، الناس تفاعلت مع سالي حافظ لدرجة ان الترند عن سالي حافظ كانوا بيوصفوها بانها بطلة، بانها بطلة قدرت تقتنص حقها من الظلمة من الفشلة من الخونة بهذا الشكل. وده اللي مصر رايح حاله يا جدعان، اقروا اقتصاد عن لبنان واقروا اقتصاد عن مصر وهتلاقي الفرق ما بين الاثنين ايه، غير ان دي اسمها مصر ودي اسمها لبنان. لبنان الان في مرحلة الانهيار والفشل وخلاص واعلنت الافلاس والدنيا ضاعت، ومصر ما هي الا الكذب انهم يعلنوا الافلاس فقط لا غير، اما مصر حقيقة تعيش الافلاس. هذا البلد ما بقى بيمشي